لي أحد الأقارب نذر نذرا منذ 27 سنة ولم يفي بهذا النذر، فماذا عليه؟ عليه أن يفي. شيء ثاني، ما عليه شيء ثاني؟ كيف؟ ما عليه الصيام؟ لا ما عليه شيء، عليه الوفاء، فإذا وفى فقد برئ ذمته. نعم. يقول السؤال هنا يا شيخ، أنا شاب على قدر حالي متوسط الحال، ومن فضل الله علي أني على استقامة من أمر ديني، وتقدمت لأخطب بعض الأخوات وهي في كلية الشريعة، فأكثرت من المطلوبات، واحتجت بقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق، فهل لها الحق فيما تطلب؟ إن كان طلبها مشروعا لها الحق، لكن الخاطب له الرفض فليرفض، فكل يطلب ما يحب. البعض يكثر يعني من الطلبات يا شيخ بالنسبه للفرش والحياه. يا اخي ما اختلفنا، هذا امر اخر، اما لها الحق او ليس لها الحق، ليس له الحق ان يفرض عليها فرضا، وانما يخيرها، فان استخارت ذلك واستحبت استجابت، والا فلا. اما امر التعاون بالمهور وعدم التغالي فيها فهذا أمر معروف، لكن إذا أحبت المرأة المخطوبة مهرا معينا غاليا مثلا رفيعا، فهذا ليس لها ذلك بمعنى أنه لا يحسن بها، لكن هذا لا يحرم عليها، كما قال تعالى: وإن آتيتم إحداهن قنطارا فإيش وإن أتيتم إحداهن قطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فهذه الآية فيها بيان أن الأمر كما جاء في الحديث الصحيح أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، فإذا كان المهر غاليا فعلى الزوج أن يقدم ذلك إلى زوجته، لكن لا يحسن المغالاة في المهور، هذا شيء آخر. تفضل.